وطبعا في كل بلد في دايما سلطات، سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية، وكل بلد لها نموذج في التقاضي وفي طرح يعني سبل المعايشة مع المواطنين. هنا لما نتكلم عن التشريع، التشريع بيختلف من بلد لبلد، في بعض يعني خلفيته في مدنية، في خلفية مدنية، فالتشريع مختلف، والسلطة القضائية خاضعة للتشريع بالتأكيد. في بريطانيا هنا طبعا ما عندناش خلفية عن التشريع البريطاني بشكله ايه، لكن في قواعد او نسق عام بيحكم كل دولة، نسق بيحفظ العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطنين، وبين المواطنين المجتمع فيما بينه. ممكن يختلف هنا شوية او هنا شوية، لكن في النهاية لابد من في نسق قانوني تسير في ارحامه الدولة. موضوع النهاردة يعني يمكن استاذ بسام، وهو يعني محامي محترف، مش مجرد محامي يعني قارئ قانون او درس قانون، وانما التصاقه بالواقع وخاصه في قضايا المهجر بيدي له بعد ثاني لكلامه. هلا مثل ما حكى، انا بالنسبه لعملي هو المحاماه، فبالتالي حقيقه يعني اكثر الى العملي منه الى النظري، لذلك حتى المحاضرة اليوم يعني إن شاء الله تعالى رح تكون مفيدة لكم، لأنه العمل هو الجانب اللي بدكم إياه يعني حقيقة. فبالتالي يعني رح يكون جانب بس بسيط حول العنوان هذا، اللي هو باختصار شديد إحنا بنعرف إنه الدستور هو أو بالنسبة للنظام القضائي في المملكة المتحدة، نعلم تماما إنه في معظمه يبنى على الصوابق القضائية. هناك دستور بشكل عام الذي وجد، الدستور الفرنسي عام 1834 كان أول دستور مكتوب يعني حقيقة، ولكن المملكة المتحدة لم تتبع تنهج أنه تضع كل النصوص القانونية في كتيب واحد أو في قانون واحد، وإنما جعلته أبقت أنه النصوص القانونية متفرقة خلينا نقول. فبالتالي النصوص القانونية، الدستور البريطاني هو دستور غير مكتوب، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية خلينا نقول والمبادئ التي تصف شكل الحكم في الدولة وآلية الحكم بالدولة. الدستور البريطاني كما ذكرت ليس مكتوبا، وإنما هناك الكثير من القواعد موجودة سواء في القانون حقوق الإنسان 1998 أو قانون بالنسبة للبرلمان، أو هناك الكثير من المبادئ متوزعة، يعني المبادئ الدستورية طبعا. ناهيك إضافة إلى الأعراف، الأعراف مثلا على سبيل المثال أن الملكة لا يجوز أن تشارك أو تجلس في جلسات مجلس الوزراء، الملكة ملزمة بانتخاب رئيس الوزراء بأن يكون من الحزب الحاكم. هناك الكثير من القواعد أو المبادئ الأعراف المعروفة، بالتالي يجب التقيد بها. على سبيل المثال إذا تم نزع الثقة خلينا نقول من قبل البرلمان للوزير معين، فيجب على الوزير أن يقدم استقالته مباشرة. فهذه كلها مبادئ دستورية حقيقة، منشأها ومصدرها هو الأعراف الموجودة في المملكة المتحدة. هلأ إذا بدنا نشوف شلون المبدأ النظام القضائي خلينا نقول اللي عم يصير بالمملكة المتحدة شلون، يعني في كثير ناس يقول لك ما نفهمان شلون النظام، فأنا رح أعطي بلش بداية خلينا بعض أنواع المحاكم خلينا نسمي لك إياها والترتيبات تبعتها. هلأ رح نشوف مثلا فرضنا هل نظام واحد كافة المملكة المتحدة؟ الجواب باختصار لا، باستثناء قواعد الهجرة. قوانين الهجرة هي الوحيدة اللي بتشملها بإنجلترا، إنجلاند، ويلز، سكوتلاند وبنورثرن آيلاند، فنظام قضائي واحد، فبالتالي الحكم أو الجهة والقواعد كلها هي واحدة، لأنه هذا موضوع بيتعلق بالناس اللي عم تجي من برا، فنظام قضائي واحد. هلأ إذا حكينا على القضايا العمالية، لا، القضايا العمالية بتشمل بإنجلاند، ويلز وسكوتلاند، ما بتشمل نورث ايلاند. هلا اذا اجينا لقواعد اخرى، لا، فقط انجلاند اند ويلز. لذلك مهم جدا نعرف شلون الاجراءات. طيب نبلش خلينا نقول بقواعد الهجره باختصار، رح انا امشي على اكثر لانه هنين، فانا رح امشي على كل نوع من انواع المحاكم او القضايا بحيث انه تفهموا انتم
شلون تعرف حالك اذا انت بتقرأ على الان بخناقه مع حدا او بدك دين من حدا او في مشكله مع حدا؟ شلون وين بدك تروح؟ شو بدك تساوي؟ شو الاجراءات؟ رح ابلش وحده وحده بس باختصار شديد مشان نلحق قدر المستطاع. هلا بالنسبه لقواعد الهجره طبعا اي بشكل عام القواعد هي سواء قدم الطلب او نقول خلينا نقول رفض الطلب، تم رفض الطلب، فعندك اما الاستئناف او الادمنستريتيف ريفيو. معظمهم هلا التغى حق الاستئناف باستثناء حالتين فقط اللي هي اللجوء واحد، اثنين اذا بحاله الطلب الاوروبي. فهدول الحالتين فقط لا غير بحق لك تستأنف. هلا اذا استأنفنا او طبعا في عندنا حاله دائما نستأنف فيها بحقوق حاله حقوق الانسان، يعني حتى لو لم تنص قواعد القانون انه لك حق الاستئناف ووزاره الداخليه تتعمد في كثير من الاحيان عدم ذكر ذلك، انما يجب عليك ان تثير هذا الموضوع من تلقاء نفسك وتستأنف ورغم انه لم يتم منح حق الاستئناف لك استنادا لحقوق الانسان فتستطيع ان تستأنف على هذا الصعيد. هلا وتستأنف عاده للفيرست تيري تريبيونال للمحكمه خلينا نقول الصلحيه. اول كلمه تريبيونال بدنا نفهم شغله، التريبيونال هي بتختلف عن ماجستريت كورت، ماشي؟ التريبيونال هي خلينا نقول محاكم الهجره او المحاكم العماليه، وهي لا تعتني يعني لا تعنى بالاجراءات تبعتها بقواعد السيفل بروسيجر رولز، قواعد الاجراءات المدنيه لا تطبق عليه. لذلك ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك انه يستطيع اي انسان يروح بيمثلني، انا ما بفهم ما بعرف احكي انجليزي، تعال تفضل روح معي على القاضي. لا يعني انك انت بتروح معناتها انت محامي، لا، ولكن استناد المبدا هي اسمها سابقه قانونيه، هذا اللي بدنا نرجع لهون اسمها قاعده قضيه ماكنزي. يستطيع الصديق صديقه انه يروح يمثلك وفق قضيه ماكنزي كصديق، شرطة انه يعرف بالبسيطيات جدا بالنسبه للاجراءات شلون تمشي اجراءات الدعوه يعني. فبالتالي خلينا نقول قدمت الاستئناف، نفترض خسرت الاستئناف. طيب شو بعد خسرت الاستئناف؟ بيسالك كثير ناس بيقول شو بعدين؟ هل استطيع للمحكمه؟ اذا بدي بدي اروح للمحكمه العليا لاعلى، هون يجب انه ننتبه. قد تختلف عن المواضيع بلادنا يعني بالنسبه للاستئناف. هون ما عندك انك ترجع تستأنف بشكل اوتوماتيكلي، لا، انما تقدم طلب انه تسمحوا لنا يا محكمه الفيرست تريبيونال المحكمه الصلحيه بدنا نقدم استئناف نعترض على قراركم نطلع لفوق. فبقول لك ايه او بقول لك لا. نفترض قالوا لك لا، بيضل معك الحق انك تقدم طلب للمحكمه العليا وتروح للمحكمه العليا للابر تريبيونال وبتاخذ لتقديم الاذن انك تاخذ اعطونا اذن لو سمحتوا انا القرار تبع الفيرست تير تريبيونال اعتقد انه خاطئ للاسباب القانونيه التالي، اسباب قانونيه. ماشي؟ اذا نقاط قانونيه يجب ان نثيرها بالموضوع. فبالتالي المحكمه خلينا نقول مثلا فرضنا بتنظر اذا لقيت في شيء خطا قانوني فاحتمال انك تعطيك. عندي كان قضيه مثلا على سبيل المثال انسان تزوج سوري، تزوج وحده عن طريق هو مقدم لجوء ما نزل على سوريا، عمل الوكاله لابوه وابوه تم له الزواج. وفق القانون البريطاني لا يجوز الزواج في الوكاله عن طريق الوكاله. وفق القانون السوري حقيقه يجوز. هلا المحامي هذا البريطاني ما كان بيعرف بالقانون السوري فلم يثير نقطه معينه، فبالتالي وزاره الداخليه رفضت طلب لم الشمل والمحكمه رفضت الطلب ايضا واصرت على قرار وزاره الداخليه انه هو قرار صحيح على اعتبار انه الوكاله لا يجوز الزواج بالوكاله. وقت اجى لعندي قدمت للمحكمه العليا انه سمحوا لنا بالاذن بنقاط قانونيه ان القاضي لم يكن على اطلاع بالقانون السوري وكذلك المحامي وكذلك وزاره الداخليه التي يجيز في خطا قانوني انه قانون السوري يتيح هذا الزواج وبالتالي هذا الزواج صحيح. بنهايه المطاف المحكمه العليا اعطتني الحكم، اعطتني القرار ووافقت لي لانه خطا قانون، خطا في القانون. كان على القاضي ان يتحرى انه هل يجوز الزواج بالوكاله ولا لا. وفق القانون السوري جبت له نص الماده 8 من قانون احوال الشخصيه السوري التي تنص على ان الزواج يمكن ان يتم بالوكاله، وبالتالي تم هذا هناك خطا قانوني وبالتالي تم الموضوع. اذا هذا بالنسبه للاميجريشن على سبيل المثال. في عندنا التريبيونال اللي هي ايضا بالنسبه للسكند وحده بالاميجريشن انها والثانيه هي بالعماليه الامبلويمنت. فبعد ما انك تاخذ يجب عليك اذا تم فصلك من الحكم او من العمل فرضنا خلال مده 3 اشهر تقدم طلب للتريبيونال امبلويمنت تريبيونال.
وبتاخذ القرار اجراءاتها. كمان رجعنا انه موفات من الاجراءات المدنيه يعني، اذا صدر القرار فيها بتتم استئناف القرار للامبلويمنت ابيل ترايبونال. هلا في عندنا لانه بدي اروح على المهم بصراحه المحور ركز في عندنا، خلينا نقول ايضا بالنسبه للنظام القضائي في عندنا فاميلي ديفيجن، قسم العائلي واللي بيتعلق فيه كافه العلاقات او بالنسبه للزواج، الطلاق، الحضانه، المينتنس، الامور كلها المتعلقه بالنفقه موجوده بهذا القسم. في عندنا قسم ثاني الكوينز بنش اللي هي بتتعلق بالقضايا خلينا نقول العاديه، القضايا العاديه فيما بين الناس. وخلينا نقول هون بتكون هي رح نسميها بمثابه الهاي كورت بنسميها، او خلينا نقول بمفهومنا البدايه محاكم البدايه مثلا فرضنا، او الهاي كورت بتيجي هون. وفي عندنا التشانسري ديفيجن، اذا فاميلي ديفيجن، كويز بنش ديفيجن، او تشانسري ديفيجن. تشانسري ديفيجن بتيجي بتروح عليها القضايا المتعلقه بالشركات، تصفية شركات، افلاس شركات، شغلات بالدايركتورز كذا، لها علاقة بالتجارة يعني. هلا انسان خلينا نقول عم بحكي هلا عملي يعني، انسان هلا بده يرفع دعوة اليوم على شخص معين، فأول شيء بيبعتها هو للسنترال، للمحكمة المركزية خلينا نسمي لك اياها، واللي هي بسجل الدعوة، هي بحسب قيمة الدعوة بتصنفها، بدها تفصلها وين بدها تروح. اما خلينا نقول نعتبر انه مبلغ بسيط فرضنا، فبتاخذه على محكمه الكاونتي كورت. الكاونتي كورت اللي هي بنسميها كمان يعني بس نصنفها انه هي مثل محاكم الصلح خلينا نسمي لك اياها. فالكاونتي كورت هي بتنظر بالدعاوى عاده الصغيره خلينا نسميها. فاذا كانت الدعوى صغيره فبتروح على الكاونتي كورت، اذا خلينا نقول مبلغ كبير فبروح على كوينز بنش ديفيجن دايركتلي مباشره لهنيك. هلا المحكمة هي بتقرر انه يروح لهون ولا لهون. إذا قرر يعني بعثنا نحن البارتيكولار اوف كليمز اللي هو الادعاء، استدعاء الدعوى، يجب على الخصم انه يرد عليه خلال 14 يوم، بيرسل معه عادة بتم مثل رسالة التبليغ اللي هو اكنولج اوف سيرفيسز، معه 14 يوم يرد عليه، ومعه 14 يوم آخر يعني صار مجموع 28 يوم ليرد على استدعاء الدعوى. هلا طبعا نحن دائما بيجينا كثير مثلا فرضنا بيسالك يا اخي انه انا لاي اتفه يعني سبب تافه بده يرفع دعوى بتلاقي. طبعا هذا يعني في كثير من الجهل بالموضوع الحقيقه، لانه كثير من ما بيعرف شو التكاليف اللي بدها تمشي بهالاجراءات. فعلى سبيل المثال انا هون بدي اتطرق لموضوع انه والله اذا لك القضيه 10,000 فاكثر، ماشي 10,000 قيمتها الكليم، انت عم تطالب ب 10,000 فاكثر، فانت اتعاب المحامي تبعك بتاخذها من الطرف الاخر. اما اذا تحت ال 10,000 فنسميها سمول كليم، وسمول كليم ما بحق لك الطالب حقيقه اكثر من 230 باوند من اتعاب المحامي. يعني فبالتالي بدك تحسب حساباتك انت، اذا عم تطالب والله ب 2000 ولا 5,000 ولا 7,000، هل مجدي الامر انك توكل محامي ولا انك تقوم انت فيه لحالك؟ هذه نقطة مهمة جدا. وبعدين مهمة جدا ايضا إذا أنت بدك خلينا نقول 10,000 أكثر، فبدك تنتبه جدا أنت وبدك تقيم الدعوة أنه إذا خسرت الدعوة فأتعاب المحامي الخصم بدك تدفعها أنت. وكثير من الأحيان مشان نكون بالصورة مثل هيك كيسز عادة يعني قد يصل المبلغ من يبدأ بالأحرى من 10,000 فما فوق شد. يعني أحيانا كثير بالنسبة لهيك قضايا لو كليم ب 10,000 بس حقيقة الكوست تبع الليجل ليتيجيشن قد يصل أحيانا ل 100,000. يعني كان عندنا كيس من فترة مليون وكسور، أتعاب المحاماة كانت 1,750,000 وصلت للطرفين، مليون يعني أكثر من الكليم بحد ذاته بكثير. فلذلك مهم جدا يجب حقيقة أن يتم دراسة معمقة أنه هل بدك تمشي بهذه الدعوة ولا لا. هلا وقت بدك تكون أنت خلينا نقول الكليم تبعك خلينا نعتبر ب 50,000 فأكثر، فانت ما بتروح على الكاونتي كورت مباشره، على الكوينز بنش ديفيجن بتروح بتقدم مباشره مثل لمحكمه البدايه او للهاي كورت. يعني هلا قدمنا بالهاي كورت بدنا ننتبه كثير للمواضيع، لانه خلينا نقول انا كوني محامي سابقا في سوريا، ف
فكثير المحامين بتشاطروا كثير وبالتالي بيأجل الجلسه وبيلفوا بدور يعني حول الموضوع. هذا الحكي ما بيمشي حاله هون انجلترا. هون رح حقيقه كل تاجيل بلا طعمه رح تدفع حقه بلاوي، لانه انت مضطر بدك تدفع لاتعاب المحامي القصر. يعني والله تجي تأجل المحكمة لسبب تافه، لا بدك تدفع أتعاب المحامي الخصم، وأرقام تكون خيالية يعني، لأنه أنت حقيقة ما في جلسة، وبين الجلسة والجلسة والشغل لما بيكون بالآلاف مؤلفة يعني ما تتصور أنت، لأنه أنت شو عرفك إذا الكلاينت قاعد الخصم يعني قاعد مع المحامي تبعه وكذا. شو أنا أصلا بقضايا مع الخصم ويكون الخصم كبير مثلا شايف الفواتير، الاستشارة 15,000 الاستشارة بس، بيقعد مع الكونسل وكذا شو 15,000 على 3 4 جلسات بتلاقي والله 3 4 استشارات 45,000 باستشاره ماشي. فلذلك مواضيع يعني خياليه بصراحه بوقت نحكي باتعاب الليتيجيشن. معدل وسطي، معدل وسطي ها شو عم بحكي انا ب 80,000 فما فوق وال 100,000 فما فوق الليتيجيشن يعني، فما تفكر. ونفس الشيء انا عندي هلا فاميلي لسه كل شغله مثلا فرضنا بتلاقي الزوجه باخر لحظه تعطيك، طبعا لانه بالاتفاق بيكون انه والله بده ياخذ من الاملاك، فبالتالي انه بده يحصل المحامي من الاملاك، فبالتالي ما له فارقه معها هي، بس هي الفكره انه تدمره للزوج مثلا عم بعطي مثال، او تهاوس تاخذ الاموال، فبالتالي اخر شيء حقيقه بيخسر الطرفين وبيربح المحامي. يعني هذا كثير للاسف الشديد موجود جدا، فبدنا نكون بالنسبه لهذه المواضيع منتبهين. طبعا بالنسبه للفائده يمكن المطالبه بالفائده بكافه انواع الدرجات المتقاضيه والامور كلها. اي قرار المحكمه بامكاننا نستأنفه امام عاده بشكل عام امام الكورت اوف ابيل. يعني نجي للكرايمز، مهم جدا ايضا ننتبه لموضوع الكرايمز هلا لانه معقد شوي بالنسبه للناس. اي مشكله بسيطه، اي شغله بسيطه فعليا بتلاقيها عم بيوقفوك الشرطه وبالتالي بيعتقلوه وبيحولوك للمحكمه. هلا شو الاجراءات بشكل عام بس نفهمها؟ يعني بشكل عام شو ما كانت الجريمه، سواء ابتداء من دفشه صغيره لجريمه قتل كبيره ماشي، بيتم اعتقالك البوليس بيقدمك ثاني يوم لمحكمه الماجستريت كورت. هلا اذا بدنا نعتبر انه الكيس ايذر واي، لانه ايذر واي معناتها اما يمكن يمشي من اختصاص محكمه الماجستريت الصلح، او انه لا بده تروح لمحكمه التاج اللي هي كراون كورت ايذر واي. فانت بالحاله هاي اول شغله السؤال الاول اللي بيسالك، طبعا ما يسالك على اسمك وكنيتك، راح يسالك هل انت قلتي ولا لا بالمجلسه الاولى، بس السؤال ما راح يسألك اكثر من هيك. لذلك لا انك تفكر بدك تقعد تحكي وتشرح وكذا، مو هلا وقتها. قلتي ولا ما لك قلتي؟ خلينا نقول قلتي ماشي. هلا نوع الجريمه شو؟ فبالتالي اذا كانت الحكم تبعها سته اشهر فاكثر، فالقاضي بيقول لك يمكن هي مو اختصاصي ابعتها على الكراون كورت. اذا كانت سته اشهر فاقل، فالقاضي بيقول لك هي مو اختصاصي، بس انت بدك، انت بتعرف الماجستريت كورت دائما بتجروا حكم، اسلخوا للواحد حكم لانه ما لهم فاضيين يقعدوا يدخلوا بالتفاصيل، يقعد بالتفاصيل يقعد هيك، ففيها مخاطره شديده اذا رحت على الماجستريت كورت ورضيت انت فعليا انه يرضوا هن يعطوك حكم. فلذلك دائما نحن بننصح للكلاينتس بقول له روح على الكراون كورت. الكراون كورت لانه في هيئه جوري، فبالتالي هن يعني اكثر عداله بس نعتبرها انه لانه رح يسمع لك القضيه واكثر هدوءا واكثر تفاصيلا، بتدخل بتحكي تفاصيلك بيرفع على الكراون كورت. فخلينا نقول للكيس معينه راحت للكراون كورت، اذا انا قلتي بس انا بدي المحكمه تمدي الفصل فيها او دراستها بالمحكمه الكراون كورت، رحنا على محكمه الكراون كورت. كمان اول سؤال اسمك وكنيتك وهل انت قلتي ولا ما لك قلتي؟ قلتي مثلا، اوكي. هلا اجينا الجلسه اللي بعدها. طبعا اثناء بتم فرضنا تحديد كيس مانجمنت يوم محدد لدراسه القضيه، انه قديش كم شاهد عندك، بدي يومين مثلا لاربع شهود، بالنسبه للخصم السي بي اي اس اللي هو النيابه العامه كراون بروسكيوتر سيرفيسز بده يمكن يومين. باختصار شديد بحدد بضعه ايامات فرضنا للمحاكمه مشان الموضوع حسب نوع الجريمه يعني باختصار شديد، وتم مناقشه الادله. خلينا نعتبر انه قررت المحكمه وبدها مشيت فيها وسمعت الادله كلها.
القرار يؤجل الجلسة، فرضنا لمحكمة لجلسة أخرى، إما فرضنا إذا أنت بده يستدعي يجيبه إذا تعلق بأمر فيها سجن، فعادة بيطلب تقرير من التقرير تبع الشرطة مثلاً ليشوف إذا في شو عنده سوابق، شو عنده كوشنز، شو عنده مشاكل، الأمور كلها. أو إنه مثلاً فرضنا خلينا نقول من تبعات السوشيال مثل السوشيال سيرفيسز لحتى يشوفوا إنه أنت شو البيهيفير تبعك، وإنه هل يمكن إنه يمشي الحال بكم جلسة تأديبية وعلى شوية سوشيال خلينا نقول ساعات تنظيف شوارع والأمور كلها، ولا لا إنه السجن هو الأفضل. فبيتم تأجيل هالموضوع بعدين يقرر القاضي بهذا الصدد. هلا أنت يمكن ما عجبك القرار، بدأ بحق لك تستأنفه للكراون كورت، من الكراون كورت عفوا للكورت أوف أبيل تستأنفه. طبعا هنا عندك النقاط الاستئناف بده يكون نقاط قانونية، يعني الاستئناف يعني هنا بشكل عام عم نحكي مو مثل بلادنا بتم خلينا نقول دراسة القضية بشكل مفصل على مرحلتين، يعني اللي احنا عندنا ببلادنا هون لا، بشكل عام بتم دراسة بشكل مفصل بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية بتم دراسة القضية أحيانا بس مو بشكل مفصل، بقدر ما أنه بيتم التركيز على موضوع النقاط القانونية اللي عم تستأنف أنت فيها. يعني الكورت أوف أبيل حصرا لمناقشة بوينت فلو، يعني لمناقشة قضايا النقاط القانونية المتعلقة بالقانون، هون بيتم النقاش فيها هل تم مخالفة إجراء معين، قانون معين، تجاوز معين، هالأمور كلها تاني. أيضا المحكمة البحرية خلينا نسميها، في محكمة تجارية، هدول أجزاء من المحاكم المختصة بس تدخل يعني ضمن النظام السيستم القضائي، بس أوجدوا خاصة. طبعا أوجدوا محكمة السوبريم كورت بشهر 7/2009 لأول مرة يتم إنشاءها، واللي هي للفصل خلينا نقول للتوضيح ما بين القضاة السينيور جادجز وما بين اللوردات بهاوس اوف لورد، ماشي، حتى ما يبقى في اي لبس بهذا الموضوع، فبالتالي انه كله ما يبقى في اي تناقض، فبالتالي انه بتوضح عاده بعض النقاط في هذا الصدد. ما لم يكن هناك اي اسئله يشكوك، يعني طرح بمثل لا حس عليها اي فبط. شكرا جزيلا. حاضر بعدين. العرض طيب جدا. الله يبارك. أنا سؤالي كم هي الدرجة للشرطي أو للموظف الهجرة أو لأي قد درجة يحكم بالقضية قبل صعودها للمحكمة المختصة؟ هناك في كودز أوف براكتس يمارس هذا الشرطي أو يمارس كذا بالقرار بإحضار القرار النهائي؟ هلا اذا عم تحكي انت عم تحكي على قواعد الهجره بس بقضيه الاميجريشن صح؟ انا قلت لك قضيه تفضل. كان انا كنت اعترف بالهجره، فاجى شخص معاه اثنين زوجات قدم على اللجوء. نعم. فالشرطي قال الشرطية قالت له انه ما ممكن تزيد اثنين زوجات، انا زوجه واحده. فتكلم قال زوجتي الاولى من اقاربي وكانت عقيمه وهي خطبت لي هاي الثانيه. For the first time couple, this is second wife, wife number two. فأنا سؤال هل يحق للموظف هذا أن يكتب the second wife كذا؟ هل أشوف قواعد هاي قدام صارت يعني أنا. أول شغلة بدك ننتبه للنظر. ما هو حكم الزوجة الثانية؟ يعني إحنا قال أحبها هاي الأولية ما أقدر أطلقها. أنا ما لي علاقة بالحب ولا ما أحبها، أنا لي علاقة أمام القانون. كيف ينظر الواقع؟ والأقاربي وحبه جدا ما يطلقها. هلا السؤال اللي طالع شو بدي شيلها العباره هي الزوجه الثانيه تعد يعتبروها مثل سيفر بارتنر حقيقه. معلش هي تكتب اللي بدها اياها، لانه في كثير على فكره بس من باب التوضيح لا تعتقد انه كثير من الموظفين وزاره الداخليه بيعرفوا كثير، صدقني بيعرف بالقسم والقسم اللي بيشتغل فيه فقط لا غير، تاخذه لغير قسم معلوماته صفر. يعني انا عده مرات اتصلنا بوزاره الداخليه عده استفسارات لقيت يعني معلوماته كثير كان يعطوا معلومات خطا لهالدرجه. يعني فلذلك بافق القانون انه بيقول لك ممنوع تكون في زوجه ثانيه بالمملكه المتحده، ولكن انا رح اعطيك سيناريو احلى منه يعني شوي. طيب شو تساوي اذا جبت التنتين ماشي والتنتين موجودين هون فرضنا، أو واحدة الحكومة بتعرف بالأولى بس والثانية جاي صار عندك منها ولد، شو وضع الثانية هون؟
فهي سيفل بارتنر تعاد حقيقة، هي تعتبرها هون سيفل بارتنر كبارتنر بالنسبة لك. الزوجة الأولى هي زوجة والثانية هي بارتنر. وخاصة أنا يعني في كثير شغلات أنا يعني بس افرضنا بقول له غيب سنتين أو جيب لي وراء إنك أنت عايش أنت وياها سنتين وخلاص صارت بارتنر تبعك، فأنت تجنبت يعني تجاوزت لفيت على القانون خلينا نعتبر بالطريقة هي إنه هي بارتنر تبعك. فبغض النظر هي شو تحكي، ولكن هون السؤال أنت شو بدك بالنسبة للموضوع؟ أنت مشان شو عم تناقش؟ هل الموضوع مثلاً بيتناقش له علاقة بأبعاد مرحلة لاحقة بالميراث مثلاً؟ طبعاً إحنا نعرف إنه القانون البريطاني تغير من عدة سنوات، أصبح يجيز الوصايا الوصية الإسلامية، وبالتالي موضوع الزواج والأمور كلها صار مباح أمام المحامي يكتب لك الوصية يعني. إيه فمن هون يعني تعتبر إنه كبارتنر، بس أنت شو بدك يا هلا أي مجال؟ بإمكانها تيجي تقعد بالنسبة كأم الطفل البريطاني يعني. فهناك حقيقة هناك ثغرات، بس أما فريد ما عندك شو اسمه أولاد منها نفترض، وعندك التنتين لك الواحدة بدك تخليها والتاني لا. هلا هون التاني بدك تلاقي لها مبرر ولا شيء مثلا قانوني، تبحث عن مخرج قانوني لتلاقي إنه ليش بتضل بالمملكة المتحدة. تفضل. طبعا المحاضرة من الكاهن الأخير المحترم بعيدة عن الأنواع التقريبا حتى أو في بجزء من الموضوع، أن مصادر القانون بالعالم المعروف تبدأ من مسلة حمرابي إلى القانون الروماني إلى المجنة كارتا البريطانية إلى النظرية الفرنسية واللي استمدت كل القوانين منها، ثم النظرية الإسلامية اللي هي جناية العجماء الكبار، واللي أيضا كثير من القوانين تستمد كثير من نصوصها من هذه النظرية الإسلامية. والمصدر الجديد اللي إجا للقانون البريطاني هي التشريعات اللي تصدرها هيئة الأمم المتحدة، سواء متعلقة بحقوق الإنسان، سواء متعلقة بالهجرة، متعلقة بقضايا الدول المحتلة. وهذه التشريعات البريطانية جاءت منسجمة مع مصادرها من هيئة الأمم المتحدة، وصارت ملزمة للقضاء البريطاني. والقضاء البريطاني كما تعرف الأستاذ أنه هو القضاء الوحيد الذي لا يعتمد على النص المكتوب، وإنما يعتمد على السوابق القضائية التي صدرت في أي موضوع من المواضيع. السؤال المهم الآن، إذا كانت هذه القوانين الهجرة وغيرها تستمد شرعيتها وتتقيد بما ورد في النصوص الأصلية من قرارات الأمم المتحدة، هل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبقى هذه القوانين ويكون معمول فيها، أم ستحتاج إلى تشريعات جديدة تنسجم ويحق بريطانيا القانوني في ممارسة حقها ضمن الحدود الإقليمية؟ وشكرا. بالنسبة لمصادر التشريع إذا نحكي عليها، فبالنسبة لبريطانيا فرقم واحد في عنا الأعراف والتقاليد، ورقم اثنين عنا المعاهدات الدولية والاتفاقات الدولية اللي ذكرتها حضرتك، وأيضا السوابق القضائية اللي هي عم تعتمد عليها بشكل رئيسي يعني. هلا بالنسبة للجواب لسؤالك، هناك الكثير بالدرجة الأولى سبب هروب أو خروج المملكة المتحدة من موضوع اتفاقية الاتحاد الأوروبي هو أنها لا تريد أن تكون خاضعة لقرارات المحكمة الاتحاد الأوروبي والتزامها بالكثير من الالتزامات، وخاصة أنه ظهر أن هناك هجرة كبيرة من الدول الأوروبية الشرقية إلى المملكة المتحدة، وحقيقة هي تريد أن يعني تنتقي أو يتم انتقاء الشريحة الشرائح التي تريدها بالقدوم إلى المملكة المتحدة، بحيث أن تكون ذوات الدخل العالي وشهادات العالية يعني هذا، ولا تريد أن تعول على شرائح من الناس ذوي الدخل المنخفض الذين بالنهاية المطاف يعيشون على مساعدات الحكومية. هلأ المعاهدات الدولية مثل ما حكيت هي جزء أساسي، ونفس الشيء بالضبط قانون حقوق الإنسان 1998 باستثناء ممكن نذكر مادة 8 مادة 13 يمكن بهم تم حذفه، وما عدا ذلك القانون هو نفسه.
فبالتالي خروج المملكة المتحدة حقيقة لن يتغير الكثير من القوانين إلا فيما يتعلق بعملية التنسيق ما بين والتعاملات ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. يعني سوف يكون هناك مثلا فرضنا ما زال الأمر طرح الدراسة فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية ما بين أنه السوق أن يكون سوق موحد ومن عدمه ما بين يتعلق بالنسبة للعمالة الأوروبية ما هو مصيرهم سوف يكون هنا ولا يتم تنظيمهم. طبعا بالدرجة الأولى رح يكون أنه رح يتاح لهم التقديم على الإقامة الدائمة من جهة، من جهة ثانية رح يكون مثلا عملية تنظيم أوضاعهم بحيث أنه ما يكونوا يعني يكون عبء على الدولة يعني هيدي. وما عدا ذلك رح يكون الباب مفتوح لهم إذا أرادوا يشتغلوا ضمن ضوابط محددة بسيطة يعني رح تكون أسهل بكثير من بالنسبة للأجانب يعني. لذلك بشكل عام ما بنحسن نعتبر أنه رح يكون في فجوة كبيرة ما بين بريطانيا قبل الخروج وبريطانيا بعد الخروج بالنسبة للعمل الموضوع العمل يعني. شكرا. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يمكن ملوش علاقه بالاجراءات القانونيه، يمكن يعني هل ده طبيعه النظام الاسباني ان يكون القضاء فيه عالي التكلفه؟ يعني احساسه بالمواطن تحت لما تقول لي المحامي تكلفه كذا والقضاء كذا، طب كيف تتم العداله على المجتمع بأسره؟ مش كلهم ممكن يدفعوا؟ هلا الدولة بتحاول، المملكة بتحاول بشتى الوسائل انه تطفي جانب من العدالة، وللأمانة لا أرى أن هناك هذه العدالة غير متوفرة، لأنه الكثير من الناس مظلومين يعني. وقت بيتصل فيني فرضنا بيقول لي انتهى تم انتهاك حقي يا أخي، بدي أمشي بالدعوة، فبقول له سوري يعني الأتعاب عالية جدا، عرفت شلون؟ وحتى إذا أردنا نمشي فيها بغض النظر عن أتعابي مثلا فرضنا، هل قادر انت تغطي اتعاب الطرف الاخر؟ لانه اول شيء رح الطرف الاخر بدك تمشي بالدعوه شو بده يساوي؟ رح يطلع يحط لك امر يطلب من المحكمه ان يتضع ضمانه سكيورتي انه انت لديك النفقات التي تحسن ان تغطي اتعاب الخصم. هلا اللي بصير انه احيانا بيكون المواطن من خارج المملكه المتحده، فالمواطن هو بدك روح اشتري تامين ماشي، طب الخارج خارج المملكه المتحده ما بيطلع بايده يشتري تامين، لانه التامين بس للناس اللي هون. حلو، إذا أجينا لهون بدك تيجي تشتري تأمين أرقام خيالية كل شهر، يعني رح تزيد أعباء. وبعدين مو يعني عفوا الآخر شيء، شركات التأمين ما رح تعطيك تأمين إذا كانت الدعوة خسرانة، وما رح تعطيك تأمين لمبالغ غير محدودة، وما رح تعطيك تأمين، يعني في عندك عدة مشاكل. لذلك حقيقة في عدم إنصاف بالنسبة لكثير من الأمور، إنه بتلاقي حقك عم يذهب. بعدين أتعاب التقاضي بسبب هالغلاء الفاحش ليش يعني كمان يعني بشكل مو طبيعي بصراحة، وخاصة إذا عم نحكي إحنا بموضوع شركات ضخمة يعني وعم تحكي. ولكن الموضوع النظام الرأسمالي هو متعمد لحرق، خلينا نقول الشركات الصغيرة، الشركات هي متعمد إنه ما بده يخلي، بده يخلي بس الشركات الكبيرة اللي المنتظمة خلينا نقول تمشي وفق سيستم معين وفق نظام ضريبي معين يعني. فبالتالي هي يعني الأقدر خلينا نقول على الاستمرارية. تفضل. سؤالي كيف يتعامل القانون البريطاني مع الإرث والتركة؟ يعني تعرف أنا في بلدان عندنا تعليمات خاصة أكثر مستندة إلى القرآن الكريم، تم توزيع التركة بموجبها. كيف يتم توزيع التركة في هذا البلد؟ هل لازم يكون وصية؟ هل أكو قانون؟ هل أكو يعني؟ هلا في قواعد، اول شغله خلينا نقول في قواعد بسيطه موجوده بهذا الموضوع. نعم، تبدا من انه البيت وتعاده بتبقى شاري انت، فانت زوجتك عم تكون لها بارتنر ان كومون يعني شريكه معك على اعتبار انه شركه حياتك. فبالتالي بعد عمر طويل الواحد يتوفى اوتوماتيكلي حصته تنتقل لزوجته، هذا بشكل السيناريو العام. والا في سيناريو اخر انه مثلا كل واحد له حصه معينه ما بتنتقل للبارتنر تبعه وحسب انت شو ناصص يعني ماشي. الحل الاخر هو دائما الوصيه، يعني انت حط الوصيه تبعك وشلون بدك اياها بتصير. فانا بقول له دائما يا اخي انت كمسلم ومتمسك بدينك اطلب انه الوصيه ان هي تطبيق الشريعه الاسلاميه بحالتك، يعني هي افضل شيء، اطلب تطبيق الشريعه الاسلاميه بكون افضل. والا اذا ما في يعني احد له اقارب او توفى ما في يوجد اقارب، فبقول لك اخر شيء بتروح اموال الملكي اذا ما في حق له اقارب يعني. فمشان احنا
ما ندخل بمتاهات المشاكل كثيره بالنسبه لهذا الموضوع. فانا دائما بقول له خلي انه دائما مهم جدا يكون في وصيه، والوصيه مبنيه على الارث الاسلامي او الوصيه الاسلاميه يعني كل الاسلام. عشان بس اسمع انت، القضيه هذه قضى بها فيما يخص املاك الزوج، يعني اذا الزوج عنده املاك مستقله فيفترض ان تكون الوصيه متفق عليها بين الزوج والزوجه. اذا عنده املاك مستقله زوجه عندها املاك، هاي الوصيه بيكتبها الزوج فتخضع املاكها لما ورد من الوصيه، اما هي فاملاكها مستقله. فإذا تريد تتجنب المشاكل يجب أن تكون الوصية متفق عليها بين الزوج والزوجة حتى يكون تقسيم الإرث على وفق الوصية. هلا طبعا لأنه نحن الحكم بما أنه دائما وقت فعليا الذمة المالية مشتركة هي فعليا وليست مستقلة لكل واحد، مو مثل بلادنا. ببلاد الإسلامية ذمة الذمة المالية مستقلة بالنسبة للزوج عن الزوجة. اما هون لا، وقت في لها حصه فيها بالنسبه لكافه الاملاك، كافه الاملاك الموجوده فيها. فالمهم جدا انت بدك مثل ما حكيت حضرتك، اذا كان في مثلا فرضنا واحد لازم يكون في اتفاقيه بالموضوع، والا راح تطالب بحصتها. يعني انت ما بحق لك تتبرع بكل اموالك فرضنا لاولادك وتترك زوجتك اللي هي زوجة ثانية بقصد فيها، تتركها بدون ما انه ما تاخذ اي شيء، لانه ما راح هي لها حصه فيها بالاملاك تبعتك. ما استاذ هو الحمد لله، هو القانون البريطاني يعطي نصف الارث للزوج، وحتى الجيرفرند تاخذ نصف الولد من صديقها. هذا يسبب لنا متاعب بالنسبه للناس المسلمين. اول شيء مو دقيق الحكي. مو دقيق. لا يا اخي ولا مو بهالصوره، لا ما لك انت شو الفرق بين الجير فريند وبين الوايف؟ الجير فريند علاقه شرعيه في القانون البريطاني وليست غير شرعيه. يا اخي علاقه شرعيه انت تقول حصتك الارثيه لا علاقه بين الزوج والزوجه في البريطاني. حصتك الارثيه والبارتنر والزوج. نعم. فكل الوقت طيب ليش معناته اللي يتزوجوا؟ لا انا رح جاوبك، هناك فرق ما بين الحصه الارثيه بالنسبه للزوجه عن الجير فريند. هناك اختلاف. ماشي. اثنين، الزوج لا، الزوجه لا ترث 50% مباشره، الزوجه وحدها تتزوج يعني امبارح وتجي اليوم تجي بتقول لك اعطيني 50%. يجب ان يكون هناك عوامل من اهمها مثلا ان يكون هناك مده بالزواج، مده طويله، عاده ما هي تقريبا 10 سنوات فاكثر يعني، هون عم يجي بيقول لك انه والله اعطيني. اما مو من اول يوم تزوجت. عفوا هاي صحيح تتكلم بي صحيح، يجب ان تكون مده. يقول لك هذا صحيح. اه اوكي، قطع مخالفني. اوكي نعم، فده يكون انه هناك فتره زمنيه على هذا الزواج حتى تيجي انه الطالب بالنص. اما يعني انا جاني اتصالات كثيره تزوجت والله السنه الماضيه وهلا اليوم عم تيجي تسالني شو حقوقي شو بيطلع لي منه. طب ما انت لا اشتغلتي وهو كان اللي عم يشتغل وما ساهمتي باي ممتلكات وكذا وبدك تتوقع النص، فيعني يعني تو ماتش بصراحة. لا هذا ما بحق. بس هناك فرق، خلينا نرد عليك لأنه هي مهمة جدا، ما بين الزوجة حصتها الأرثية خلينا نعتبر أو شو بيطلع لها، وما بين الجير فريند، لأنه بالأساس شو اسمه هو لم يدخل إلى علاقة زوجية مشان ما من أجل أن يتهرب، حقيقة في نسبة كثيرة من أجل أن يتهرب من الالتزامات المالية، مشان هيك هو ما دخل بعلاقة زوجية. تفضل. الزواج البريطاني عن الزواج الإسلامي تأثيره في المحكمة في المملكة، يعني هل أن الزوجة المسلمة إذا متزوجة على طريقة الزواج الإسلامي وهل ترث زوجها إذا يعني مناصفة إذا لم تكن زواجها بريطاني؟ أول شغلة يجب أن ننتبه أين تم الزواج؟ فإذا تم الزواج على سبيل المثال في بلدهم، فطالما أن الزوج تم الزواج وفق في البلد الذي تم الزواج فيه كان صحيحا ومعترف فيه في تلك البلد، فالزواج هنا معترف فيه وصحيح. ماشي. فبالتالي نفترض أنك أنت متزوج واحدة بريطانية هون ورحت تزوجت الثانية بالعراق. ماشي. وهي بتصير دائما كثير. هلا بدك تجيبها الثانية منك تجيبها لهون،
القانوني بيسمح لك تجيبها اذا مثلا اثبتت انه ورقه الطلاق من الاولى وهو مع اوريدي معترف بزواجك بدليل انه جبت له انت ورقه شو اسمه. طالما انه هو هذا الزواج صحيح في بلد الذي تم ابرامه فهو صحيح عندك ماشي. هلا تيجي الزوجه لهون ثاني يوم رح نقول بعد فتره صار خلافات. هلا اذا قعدت صار لها سنه هون لها الخيار اذا بدها ترفع دعوى الطلاق هون بانجلترا رغم انه الزواج تم في العراق حسب الشريعه الاسلاميه حسب الشريعه الاسلاميه وشيء نعم لها له الخيار او لها الخيار انه ترفع اذا اقل من سنه بحق لها ترفع هني بالعراق اذا صار لها سنه واكثر بحق لها هون لانه من ضمن وقت الابلكيشن فورم تبع الدي 8 تبع الطلاق مسؤول هل انه صار له شو الاختصاص انه بنعقد هون صار لكم اكثر من سنه مقيمه في المملكه المتحده مثلا فبالتالي بينعقد الاختصاص بامكانك تطلق بالنسبه للزواج اللي بتقدموا فيه. اذا عفوا اذا الزوجه ترك زوجها وحتى ان لم يتزوجوا زواج على طريق المحكمه البريطانيه اذا توفى يعني مثلا اذا توفى ترك زوجها هنا هذا عنده اموال. هلا انت قال لك وين هي القصص عمليه صار حقيقه اللي صار هي فاتت لهم بصفه شو؟ فاتت بصفه فيزا زواج. فهي عادة هذا على أرض الواقع بتقول أنا زوجة وفتت وهي عقد الزواج وهي إنه الفيزا تبعي فيزا زوجة ماشي وتوفى فبالتالي ترثوا هون طبعا هون بنشوف هلا في هل يوجد وصية ماشي لأنه سوف نأخذ بالوصية هون ماشي مع أيضا محافظة على حقوقها أيضا بالنسبة للزوجة. هلا تفاصيله هون بده يدخل بالتطبيق القانون لنشوف القانون شو بيقول بهالحالة هي مثلا لأنه في تفريعات كثيرة بالنسبة للميراث. بس في نقطة أثارها الأخ هون فحاب نوه لها إنه الأخ كان راح على أساس على مكتب محاماة يعتقد إنه مكتب محاماة يعني مشان يشتري بيت وبعدين دفع له ديبوزيت وراح عليه نصب عليه يعني بالدرجة الأولى هي الحقيقة الكثير من الناس وجدت أنهم يكونوا ضحايا لعمليات نصب لأنه بالسيستم هون عندنا بدنا ننتبه أول شغلة إنه في عندنا شركات السوليسيتورز اللي هن المحاماة يعني نعتبر وفي شركات خلينا نقول بيشتغلوا شغلات قانونية أو قضائية أو شيء من هذا القبيل ولكن ليسوا هم شركات محاماة. فمهم جدا الانتباه لهذا الموضوع. أي شركة محاماة لا يمكن تجديد الرخصة تبعها إلا إذا كان عندها شركة تأمين يبدأ من 2 مليون استرليني. فبالتالي حقوقك محفوظة إنه أي عملية نصب إذا وقعت فيها فحقك محفوظ بإمكانك تأخذه من شركة التأمين يعني. بس أنت دورك عليك إنك تبحث إنه هل هذه الشركة هي شركة محاماة بالدرجة الأولى أو الأولى لا. ماشي. لأنه دائما الكثير يدعي إنه هن lawyers أو solicitors وهن حقيقة مو صحيح هذا الحكي ليسوا solicitors وكثير بناء على ذلك عم يكونوا ضحايا حقيقة لعمليات إما جهل بهذه القوانين الكثير من القوانين لأنه هو بكل ماله solicitors أو بعمليات نصب لأنه وخاصة مثل موضوع شراء العقارات. الشراء العقارات عادة ما بيكون إلا من خلال شركة solicitors أو شركات محددة مرخص لها بعمليات الترانزاكشنز تبع conveyancing. النقطة الأخرى اللي قلت لك إياها شو هي ذكرت لي إياها حضرتك؟ الزواج مع الفلوس مش عارف أجيبها إزاي؟ قلت لك انت كيف بدك ترفع دعوه القضاء بالنسبه لترفع الدعوه وانت ما عندك الامكانيه الماديه ففي عندك اما بتحسن تتفق مع شركه المحاماه على اساس نو وين نو فيز وهذا حقيقه مو كل الشركات بتقبل فيه. اثنين او بدها تكون الشركه لديها ليجل ايد رخصه انه على الليجل ايد انه ترضى تاخذ لك الكيس. المشكله ما بكون انت بحق لك تاخذ ليجل ايد اذا كان الانكم تبعك بعد سيرتن ديدكشن إذا كان فوق ال 733 باوند يعني، ومعظم الناس فوق هذا المبلغ، فبالتالي ما عم يحسن ياخذ إنه على الليجل إيد. الحل الأوبشن الثلاثة اللي هو مثل ما قلت إنه تاخذ تأمين. هذول فعلياً الحلول المتاحة يعني بصراحة، الشخص إذا أرادت إنك تمشي بالدعاوى للقضاء. المشكلة اللي رح تواجهها إنه الخصم رح يطلب انه يقول انه والله المدعي مثلا حضرتك انه انسان رح يقول ما عنده الامكانيه الماديه ليغطي نفقات الخصم. فهون رح تبقى يعني يستك بصراحه انه انت ما عندك اتعاب مصاري فلوس لتغطي اتعاب الخصم الاخر. تفضل. شوف حاضر بس انت سالت سؤال
والسؤال الثاني لما تسوي الانشورنس على السياره او انشورنس على البيت يسموه ليجل ايد مثلا ليجل انشورنس عفوا يعني ليجل بروتكشن نعم مع الانشورنس مع السياره يقول لك لك حق ليجل بروتكشن شو الفائده هذه؟ هلا مشان انه على اساس يتابعوا لك هن بالدعوه من الالف الى الياء خلينا نعتبر يقولون مو بس خاصه بالسياره وانما خاصه بقضايا اخرى مثلا الى حد 50,000 مثلا لحد يجي الكليم تبعك انت الاصابه تبعك البيرسونال انجري لا لا ما له علاقه مو بس يعني مو بس حوادث السياره وانما حتى اذا كان عندك دعوه او قضيه بجيران او يعني كليم الى حد 50,000 موجودة لا لا موجودة بس فهمك باعتقادي انه هو خاطئ هو الخاطئ الليجال بروتكشن اللي عم تحكي عليها بروتكشن ماشي هي اكسترا سيرفيسز بالليجال بالكيس تبعك يعني هو عم ياخذ 25 باوند هن صح عرفت علي شلون؟ قيمة 25 باوند عم ياخذ بس مو ليشمل لك دعاوي اخرى ما لها علاقة بالسيارة ولا الحوادث لا معناتها هيك انه رح تشملتهم بأي مشاكل استثنائية خاصة 25 باوند شركه خاصه شركات تامين يعني تشتري فيها كفر لل كفر يور كيس عرفت شلون؟ شو الرولز اللي بتكون يعني معها؟ شو الشروط اللي على اساسها بيقبل؟ بدك تشوف اول شغله بدك تشوف شركه التامين بس اول شغله بده مثلا اذا اجيت لعنده قلت لي بدك الكيس تبعك فبقول لك بدنا يجب الاستعانه براي كونسلتنت ليعطي الليجل اوبينيون تبعه حول الميريت تبع الكيس تبعك مدى نجاح الكيس وقديش ايه فاذا كانت نسبه النجاح فيها خلينا نقول اكثر من 50% فبساعتها الانشورنس مستعد انه يعطيك كفر وبالتالي يعني ارباح على النجاح بياخذ منك كل شهر مبالغ معينه نعم بياخذ فيها لانه انت بتعرفي مثل ما قلت لك قبل شوي الكيس تبعك اذا وقت بتربحيها اخر شيء رح تاخذ الاتعاب المحامي الخصم الاخر تعويضات وكمان تكلفه بالضبط فرح ياخذ لذلك هون المربح بالنسبه للانشورنس بس الشركة عم تدفع يعني الرسم الشهري عم تدفعيه كمان ما نسهل يعني الشهر سؤالي اللي حابب اطرحه انا لحضرتك انا ما بعرف شو التخصص تبعك عقاريات ما هيك كل شيء عارفه الحمد لله سؤالي هو احنا حاليا عم نسمع عن المنتل هيلث انه القانون الوحيد في دول العالم اللي بيحق فيه للشرطه او للحكومه ما بعرف الجهات المتخصصه فرضا الـ NHS او غيره انه اعتقال شخص تحت المنتل هيلث يعني وحطه ضمن المصحات العقلية أو النفسية أو العصبية بلا أي شروط إنه هو فقط بريطانيا ما مدى صحة هاي القصة؟ شو؟ Under mental health you can take any person arrest him and put him in a mental institution وطبعاً بعدين بصير في علاجات كثيرة وأدوية بدون evidence وبدون أي شروط يعني أنا بس بدي أشوف مدى صحة مو صحة شو يعني أساساً شو عرفون يعني؟ انه مثلا هذا الشخص ما عنده مشكل منتال بروبلم ولا شيء قصص مدوره واحيانا قصص حقيقيه يعني هلا انا بيعملوا ريفيرال انه ايميديتلي للدكتور مثلا فرضنا انه يعمل الريبورت بس ما انه بيعطوه بس لانه والله انا ادعيت فقط غير كافي هذا الحكي طيب بالنسبه متى يعتمد الشاهد هنا في العرف البريطاني الشاهد شاهد على أي قضية يعني ما هي مؤهلات لكي يكون مصدق أو غير مصدق يعني مثلا احنا نرى في بعض الحالات يطعن في الشاهد في قضايا أحيانا جانبية مثلا هذا غير مؤهل لأنه مثلا سيء مع الجيران أو يعني ممكن في قضايا يصعب التأكد منها أو مثلا الأطفال الأطفال إذا ادعوا إنه مثلاً أهلهم يسيئون معاملتهم فالشرطة تصدقهم وتأخذهم في الكاستدي ولكن نفس الطفل إذا شهد على قضايا أخرى أو على يعني أعضاء في المجتمع لا تقبل شهادته.
بشكل عام يعني هن الطفل لا تقبل بشهادته بشكل عام يعني. حتى على نفسه يعني قضية اللي يسمونها كيس يعني الأطفال أدلوا بتفاصيل عن الأبيوز اللي تعرضوا له وما أدلوا بشهادته مع إنه نفس الأطفال إذا مثلاً اشتكوا على الأم طبعاً أبوهم هو كان بس لكن مع مدرسة وكنيسة وغيرها يعني في حلقة المجتمع. هلا رغم كل التفاصيل ورغم الأدلة الطبية لم تؤخذ شهادتهم، فعلى أي شيء استند القاضي في رفض شهادتهم مع إنه الطفل مجرد إنه يشتكي من أهله تقبل شهادته إذا كان شايلد أبيوز. هلا أنت عم تحكي بتفاصيل دقيقة للأمانة فيها، ولكن بشكل عام أنا عم بحكي. يعني قصدي مثلا أنت في استنباطك هذه على ماذا استند القاضي قبولها أو في رفضها؟ هلا وقت يبقى في طفل شاهد حادث معين لا مثلا جاي, جاي لك الحديث شاهد حادثه معينه خارجيه ما لنا علاقه فيها فهذا الشهاده الطفل لا يعترف بها لذلك يمكن اهملها. هلا وقت بيبقى الموضوع بحادثه خاصه بالاسره ضمن الاسره وعنف اسري خلينا نعتبر فالسوشيال سيرفيسز هن لو تعمل انترفين بالموضوع فعم ياخذوا انه ياخذوا من البدايه من برايي خلينا نقول الاطفال وبيقول له اي بابا ضربني او ماما ضربتني على سبيل المثال فبالتالي اول فيرست ستيب عم يسوي السوشيال سيرفيس انه ياخذ الطفل ماشي حقيقه. هلا انت هون الاب ولا الام مباشره رح يمكن رح يطعنوا بهذا القرار ويطلبوا قدموا طلب للمحكمه يقولوا بده ترجيع الطفل. هلا القاضي صفه بده يسمع فيها بده يشوف من عده عوامل بس ليست شهاده الطفل لوحدها كافيه ولا لازم ان يكون هناك في قرائن كثيره. هلا وقت انت عم تجيبي شهاده الجيران على سبيل المثال انك انت ام مثاليه وانه ما مثلا صوتك ما بسمعه وانه المدرسه عم تشوف المدرسه مثلا فرضنا شلون انت عم تتعاملي مع الطفل تبعك وانك انت بتهتمي الطفل ونظيف الطفل شخصيته ما له خايفه لانه اذا محلا الطفل عليه جسمه كدمات خلينا نعتبر او شخصيه الطفل مبينه انه فيها خوف رهيب علي فهون عندك القرائن الاخرى. هو القاضي لا ينظر الى بس لانه الطفل حكى بهذا الموضوع لانه نعرف الطفل كل ساعة بعقله شكل وبيحكي شكل فليست القرائن شهادة الطفل بحد ذاتها الآن. هلا شهادة الأب أو الأم لأنه هنا قد يكون المتهمين خلينا نعتبر فأنت يجب عليك أنك تدعمي الشهادة تبعك من خلال الجيران من خلال المدرسة من خلال كل شيء بإمكانك. إذا كانت هي طارق المدرسة إذا كانت طارق القضية ما هي بنهاية المطاف أنت عليك تشوفي الجيران تشوفي الاهل تشوفي عده امور انت مثلا فرضنا انت مسجله مثلا التشايلد تبعك فرضنا بنقول بالجيم بالسويمينج بول بالكذا شلون انك عم تاخذينه وعم تهتمي بدك تورجي انه انت يعني سوشيالايز مع البيبي تبعك. هلا المشكله وين؟ عقليتنا دائما هي اللي يعني مختلفه نحن بنفهم تماما يعني عم بعطيكي مثال انا مثلا فرضنا السوشيال سيرفيس تدخلت باحد القضايا اعتبرت الاب دكتاتور قال انه كان طعمي باللقمه بايده بالمعلقه للولد 3 سنوات وانه اخذه على التواليت وقعده على الكرسي يعني تبع التواليت اعتبروا انه انت شلون هيك انه تترك الولد لحاله ياكل لحاله وفوت على التواليت لحاله قال لي العربي وصلت بجوره 3 سنوات يعني يعني از تو ماتش يعني مثلا فضفا يعني بس هذا لا يعني انه نترك السوشيال سيرفيس على لحالهم ويسووا اللي بدهم اياه ولا نخليهم يتمادوا بقراراتهم. الحقيقه اذا ما وقفها يعني القانونية وقف المحامي بمواجهته بيتمادوا انا عم اقول لك اياهم بيتمادوا لذلك من هون دائما يعني نحن عملنا ضدهم خلينا نعتبر لانه باخر شيء نحن في شيء مو يعني في شيء منطق وفي شيء مو منطق بعيد عن المنطق يعني انت بنهايه المطاف طفلك هذا بدك اكيد يعني ما راح يقولون انت نيتك الايذاء فيها وخاصه اذا ما في عندك باد هيستوري ولا فايلنس شو اسمه بالهيستوري يعني هي كلها عناصر مهمه جدا لانه هن فعليا الجرائم اللي عندهم اياها المقترفه تجاه الاطفال خلتهم حذرين جدا وخائفين جدا. الموظف صار اي تبليغ الشرطي باي تبليغ اذا ما اخذ الاجراءات اللازمه باحتمال يطير من مركزه فبضطر هو ياخذ الاجراءات من الالف الى الياء وانت تقولي لي طب شو هلا كلها كانت صرخنا صريخه بالنسبه له فلكن البوليس بده ياخذ السوشيال سيرفيس بده ياخذ اجراءاته هيك يعني لانه اذا صار يوما ما قتل الطفل ولا صار وكثيره هي الاحداث
كثير هي الاحداث اللي احنا ما بنتصورها مثلا. جاي والله الستيب فادر سكران عرفت شو مسك البيبي، هي درسناها بالقانون يعني، مسك البيبي وزته بالحيط جابوا ميت خبطوا بالحيط. في قضايا كثير يعني لا يمكن انك تتصوريها. فهذا الخوف الشديد جعل السوشيال سيرفيس وجعل البوليس انه يتدخلوا بكل شيء، ولانه ما بيعرفوا شو هذا الخصم المقابل وشو مدى يساوي، يقتل ينتحر كذا. فاي كلمه حتقول انه والله فك عم يفكر انه ينتحر بيعملوا له صور الدول، وخاصه اذا في اطفال. هلا قولي انا فكرت بدي انتحر مباشره بياخذوا الاطفال مني خوفا على الاطفال. عفوا في ملاحظتين كمان بحب زيدهم، وحده منهم انه الفوارق اللغويه والكالتشر ديفرنسز. يعني احنا مثلا انا وحده منهم لما جيت على البلد وعندما انا درس انجليزي من الطفوله لاني عايشه في الخليج، ما كان عندي مفردات مرادفه لكلمه مثلا ضرب الكف على اليد او على الخد. كان عندي يعني مبادئ اللغه الانجليزيه، فكنت اقول مثلا لبنتي اقول كل كيلو اون يور هاند، ما كنت اعرف انه اكل كيلو هون معناته بتعمل ظريفه وبتعمل فضيحه وبتعمل كوارث. يعني بعد ما تعلمت سلاب وبنش وهيت وكل هالاسماء الثانيه اخذت لي خمس ست كورسات كبيره يعني. فكلمه بس كلمه لبنتي مثلا ستوب ذس اور اقول كيلو اور اقول كيلو اون يور فيس كانت حارتهم كلها على كلمه كل. وانا استغرب العالم هاي شنو مجانين او شيء يعني. هاي اول ما وصلنا انه كثير عذبتنا الفوارق اللغويه وكمان الكلتشر يعني الكلتشر العربية تبعنا نحن دائما نستخدم ايدينا. يعني هذا معروفة العنف عند الرجال بالنسبة للشرق الاوسط موجودة، فعلى الاغلب وقت يعني انت عندك 100 حال 100 اتصال بالشرطة فرضنا، فيهم 99 بهذا الموضوع انه الرجل ضرب المرأة، فمعروفة صار عند الشرطة انه الرجل يضرب المرأة. فهمت علي شلون؟ فمن هون يعني صفت في مشكلة، لأنه هلا الإنجليزي فرضنا ما عنده هذا الـ خلينا نقول الهجوم بشكل دائم، ولكن بالضبط انا هاي جاي لك يعني. لحنا عصر مخنا بايدينا بكفنا ماشي، هن لا بيشتغل بدمها هيك على الصامت يعني بيشتغل. فهمت علي شلون؟ بيشتغل بهدوء. فالنهي بالجريمه يعني حضرتك طبعا. شكرا دكتور على المحاضره يعني. اجى على بالي سؤال ثاني في حال نزول سؤال خامس لا بس في حال نزول بريطاني في بلد ما ويتزوج بالزواج الشرعي في تلك البلد بعد 6 شهور او 9 شهور ينجب ولد او بنت ويرجع بأسباب ما يرجع إلى بلده بريطانيا، ما هو حكم الولد؟ يعني إذا أمه تزوجت أم ماتت الأب، هل بإمكانه يتقدم بطلب ابنه؟ مو بشرط اليوم الأول ما دام شهادة الميلاد بتحمل إنه اسمه؟ لا، شهادة الميلاد في البلد في العراق في العراق ما دام يحمل شهادة الاسم الأب اللي هو بريطاني في حاله يتم على التصفر مباشره للولد دائما مباشره يعني يعتبر بريطاني صحيح. تكرارها ستك وغياب المدام كل حول الزواج خاصه غياب المدام تفضل يعني رجع تفضل. شكرا حقيقه مع
معلومات جدا مفيده. انت ذكرت انه واحد لازم يتاكد من صلاحيه المحامي. نعم. وهو كفو او غير كفو. شلون واحد يتاكد؟ موقع نقابه المحامي بالدرجه الاولى. موقع نقابه المحامي وقت بفوت على المكتب لازم الشهاده تكون معك معلقه مثلا بالنسبه له. فبدك تشوف انت بس اهم موقع هو نقابه المحامي. اذا كانت تدخل فيها. موجود عادة الموقع كل شركة حاطة شركة بده يكون تحت كاتب انه مثلا هذا المكتب مرخص من Solicitor Regulation Authority under reference number كذا بده يكون حاطب. هم ذكرهم يعني هو ذاك الوقت هو مضمون. ايه طبعا بالنسبة لانه اوريدي في عندك انشورنس انت الشركة اساسا رخصة بتتجدد الا اذا كانت في شروط 1 2 3 4 بما فيهم شهادة المحامي. اه ماشي فبتتجدد دور اسنادا هذا الموضوع. تفضل. حكم بس ممارسة مهنة المحاماة في العالم العربي تختلف عن ممارسة في بريطانيا. ممارسة المهنة في العالم العربي ينظم قانون وهو حر. البريطاني لا يدن القاضي أن يكون محامي ومؤهل أن يكون محامي. يلا يمارس مهنة المحاماة. لا يدن القاضي؟ شو دخل القاضي؟ ويجب أن يتدرب المحامي عند القاضي. عند القاضي؟ لا هو صحيح هذا الحكي بالعربية بالفقير موجود في بريطانيا. هي لا يمكن أن يمارس مهنة إذا ما يرفع القاضي عليه هذا النوع. لا 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 خليني أصلح لك خليني أصلح لك لحتى تاخذ الرايت أوف أودينس لترافع أمام المحكمة العليا ماشي أز سوليسيتر. فنعم قد تكون بدك موافقة القاضي فيها لترافع أمام المحاكم العليا ماشي. اما مو لا تكون محامي ولا يكون عندك مكتب ولا يكون زي هذول لا ما لهم علاقه. ما هو انت عندك سوليسيتر وعندك محقق هذول سهله قضيه المعاشره المانع بسهوله. لكن البارستر اذا ما القاضي اذا مو القاضي يرفع عنه تقرير ويقول هذا مؤهل لممارسه المهنه ما يخليه يمارس. هلا انت عم تحكي على البارسترز ما عم تحكي على السوليسيتر. طبعا ماشي. لكن سهله المحقق برضه لا اول شيء السوليسيتورز بحق له يترافع امام المحاكم لحديد درجات محدده اكثر من هالدرجه نصفا لازم يروح للهاي كورت والاكيل بده يكون في معه رايت اوف اودينس او بده يعمل خلينا نقول مثل ما حضرتك حكيت ياخذ الموافقه. بس اما ان يكون محامي لا لا يشترط القاضي ما يشترط انه موافقه القاضي لا يشترط انه يتدرب. بس انت ذكرت الكوين بيتش ما ادري شنو قلت محكمه بس انا ادري هو اعلى درجه من درجات المحاماه في بريطانيا كوين بيتش الكيو سي يعني الكيو سي كيو كوين كونسل بدك هاي اللي هو اعلى درجه كوين بيتش كوينز بيتش حتى تحسن تترافع امامها انت عم تحكي اما بدك يكون معك رايت اوف اودينس كسوليسيتورز او انه طبعا كبارستر انت بتكون اوريدي معك صرت انت اوريدي محامي بارستر حتى تكون انت عم يعني تمارس امام كافه درجات المحاكم القضاء. شكرا جزيلا. عفوا، ايش الفرق بين الوصول لبارستر عن طريق محامي والوصول دايركتلي الى حسب القوانين الجديده؟ في هناك انواع محدده من القضايا لا يمكن انه تروحي دايركتلي عند البارستر. بدها اجباري من خلال السوليسيتورز. هلا في انواع محدده مثلا فرضنا مثل قواعد الاميجريشن قانون الاميجريشن مثلا فرضنا بيكون معهم ايش اسمه شيء دايركت اكسس. فالدايركت عمل مثل كورس وتمرين معين فبامكانك تروحي بقضايا بسيطه وتروحي لعندهم مباشره مثلا للبارستر دايركت يعني. في ملاحظه عموما اللي هو الفصل ما بين الرافع وبين اللي يكتب مذكرات مع انه في بلادنا بيبقى المحامي هو اللي بيقدم الدفع هو اللي بيترافع وبالتالي يعني هو اللي بيسمع وبيفسر المواد وبعدين يشرحها قدام القاضي. ما عرفش الفصل هنا الحكمه في ايه؟ اول شغله هي تشغيل اكبر عدد ممكن من الناس. انا هذا رايي التحليلي الشخصي. عرفت شلون؟ مشان ياخذوا على البطاله يعني. هلا النقطه الثانيه للامانه هو بسبب الدقه المتناهيه وكل يوم احكام كثير و يعني بمجال يعني وليس يكفي انه والله عم تقول انت في بارستر اختصاص كرايمز، لا صار هلا في عندك اختصاص شو بالكرايمز؟ اغتصاب، قتل، سرقه، ما يعني انواع مختلفه جدا وانت كل يوم عندك بقى يعني على الساعه 2 فرضنا من خلال الانترنت بتشوف احكام المحاكم اللي عم تطلع بلاوي وكل حكم مثلا ب 80 صفحه و 60 صفحه، انت قديش بدك تلحق تقرا؟ انا بالنسبه لي عندي عجز قراءه 35 سنه.
مكاتب معهم في قراءات يوميا، ناهيك عن الكتب، ناهيك عن المجلات، ناهيك بشكل لا يوصف. لذلك هلا صفى انه في مجال، انت شو مجال معين اللي مختص فيه او اللي بدك اياه، بتشترك اشتراكات مع كثير من مواقع خاصه قانونيه خاصه نحن بنشترك فيها مثلا، فبالتالي بنعمل ريسيرش انه مثلا شو اخر اخر القضايا او السوابق القضائيه في هذه النقطه، بدي بحول النقطه، فبصير بيعطيك مثلا مقابل عمليه اشتراك يعني. والا حقيقه لا تستطيع ان تلم بالاعداد الهائله بالكم الهائل من القراءه. لذلك البارستر مثلا، البارستر بيبقى مختص بالقتل، خلينا نعتبر مثلا بالقتل ضمن هذا المجال بس، اللي هو بيكون بيعرف فيها السوابق القضائيه، بس انا ما بكون بعرف متابع فيها يوم بشكل يومي، لانه عاده السوليسيتورز بيبقى مختص بعده مجالات مقارنه بالبارستر، البارستر بيكون مختص عاده بمجال محدد يعني، فمشان هيك ما بيلحق انه يقرا فيها. هذا كمان السبب الثاني يعني ليش التخصص هون يعني بيكون فيها. الموقع الشخصي بلوج، نعم، قد تكون احد اسباب الماركتينج يعني. انا بكتب نوع، انا عبد الفقير بكتب مثلا مقاله معينه يا اخي، هي الفكرة بس قد تكون ماركتينج. لا بس هم ما يشتغلون بلاش يعني، يكتب مقالة في قضية هو مو طرفية. لا لا لا، مين لك أنا حكي مو دقيقة يعني الحكي، لأنه في كثير من الأحيان أنا عم أقول لك يا لأن حسب نوع القضايا، لأن أنا في عندي قضايا يعني بتخليهم ينجذبوا لعندي بصراحة، في بعض القضايا لأنه قضايا حساسة أو قضايا بتهم البابليك ولا الميديا، مثل مثلا في قضية هي ليست عندي ولكن حضرناها أنا وبعض الأخوة، القضية المتعلقة ب صدام حسين رحمة الله عليه، فكانت مثلا فرضنا قاموها انه ضد الحكومة البريطانية من اجل التعويضات نتيجة قيام بعض المجندين بتعذيب العراقيين، فهذه الكثير من مثلا فرضنا البارسترز بيتمنوا يشتغلون فيها ولو انه مجانا من اجل ان يحصل على خلينا نقول الميديا والشهرة. بس يعني تفرق انتم بالنسبة عندكم انتماء لكوميونيتي، بس يعني البارستر الانجليزي يكون يعني محايد جدا، يهتم فقط بالمهنية، فيعني اشك انه هذه كأنما هناك وراها جهة ما. هلا لا يخلو الامر بالنسبة للناس واخرين، لا يعني مو شرط يعني، بس تحطي ببالك انه دائما يعني هذا الحل يعني احنا ننتبه انه قديش حجم هذا الشخص البارستر اللي عم تحكي عليه، ماشي، لانه اذا ضخم كيو سي خلينا نعتبر، فلا عنده في شغلات لانه هو بيطالع فلوس من جهات اخرى، ولكن يهمه بصفة الماركتينج كمان جزء مهم بالنسبه له يعني. طب ما هو ابداع البارستر اذا كانت السنستر كتب له مذكره هو راح يقول يعني ابداعه فين؟ نعم دوره. لا السوليسيتورز عاده بيحضر الكيس، بيحضر خلينا نقول الادله، الاقوال الشاهد، الشاهد بس فرضنا او القضيه انت بدك تدعي معين، بكتب انا باخذ اقوالك كسوليسيتورز، بجمع الادله اللي عندك، بجهز الكيس والسيناريو كلياتها، بتفق بعدين بنعمل الكونسلتيشن مع البارسترز، بنتناقش فيها حول الكيس وبنضع خارطه الطريق. هلا البارستر بس فرضنا بيثير بعض الاسئله، بيطلب مني التوسع في النقطه، بهم بده بيثير بعض الاسئله نقاط معينه، قد يكون هناك باللي مثلا فرضنا هو يضع احيانا الخارطه العامه للطريق الواحد بهذا الموضوع، فخلينا نعتبر للامانه في شغل يعني اكثر مهنيه وحرفيه مثلا بمجالات معينه بقضايا محدده من البارستر، هون الخبره القانونيه بنستفيد منه فيها. من ناحيه اخرى قد يكون هو بس فقط تعاون مع بعضنا من اجل انه هالقضيه هي بدنا نمشي فيها، فبالتالي بصير تعاون تكميل لإتش آر يعني، فبالتالي وضع خارطة الطريق خاصة هذا الحكي بالقضايا العادية ما لها الكومبلكس مثل الفاميلي ولا القضايا ما لها ضخمة جدا يعني. أي ضخمة. إذا تعطينا بس تفصيل مبدئي عن المحكمة العليا لحقوق الإنسان وأين عنوانها، وأيضا كمان في محكمة الجرائم من أعلى محكمة الجرائم وعنوانها. نقول. ما راح احفظهم، ما راح كنت احفظهم يعني. انا اللي كنت شفت المحكمه العليا لحقوق الانسان هي بين باريس وبلجيكا. قريتي. في حقوق الانسان هنا. انت يعني انت تخيل العليا. المحكمه الجنائيه. قصدك اليوروبيان كورت فور هيومن رايتس. يعني بتطلع لنا عنده ويمكن الواحد اذا فعلا قضيه ضد مثلا. لا ما بتروحي مباشره لهنيك، بدك تكون مستنفذه كافه درجات القاضي هون وعقد الحكم لسه، وانت ما زلت تعتقدين انه لسه انه في خطا قانوني معين
اما ما بتروحي مباشره لليوروبيان كورت للهيومن رايتس. يعني يجب انك تستنفذي الطرق المحليه الوطنيه الداخليه اولا. استاذ بسام يتميز انه لا يعطي راي الا بناء على تفاصيل، لان هي القضايا العامه سؤال عام لا يستطيع الحكم عليه. صحيح. وده بيعزز الثقه في احكام وفي اخبار. هي نقطه هلا شوفي للامانه انا كثير من يعني بيجيني اتصالات. هلا هي صارت لخلق لانه خلتني اتعلم، الانسان بيتعلم من خطاه. فاعطاني جزئيه معينه، اعطيته اسنادا لهالجزئيه، اعطيته جواب. تبين لي بعدين بمرحله لاحقه انه في جزئيه هو ما قال لي اياها، ولو قايل لي اياها كان اختلف قراري. فبالتالي يعني كانت بالنسبه لي كارثه، لانه اعطيته انت جواب خطا. لانه كان الاجدر فيني انه انا اساله كل الاسئله هي كلياتها مشان اعطيه الجواب الصحيح. طيب هذا بالنسبه لي، بالنسبه لي وقت بيجي بيسالني انسان سؤال خلال دقيقتين وبيقول لي ابيض ولا اسود، تزبط ولا ما بتزبط، بتربح ولا لا، انا مثلا عراقي ولا اخري كذا ومضطهد وهربت، باخذ لجوء ولا لا. هيك الفكره كانت تاخذ لجوء ولا لا، كلمتين ثلاثه بس، ما بدي اقرا الاوراق، ما بدي اشوف شو الادله. بعدين دائما انا اقول له لاي انسان، قراءتك للورقه غير قراءتي للورقه. انا بنظر للورقه بكلمه الى يعني كلمه معانيها بالنسبه لي. ماشي، فانا بالنسبه لي اقراها غير ما انت تقراها. فلذلك انا بعتذر كثير من الاحيان انه مثلا فرضنا اعطيك معلومات، مو لاني بدي ابخل بالمعلومه لا، ولكن انه حقيقه انت ما انا ماني مضطر اقعد نص ساعه على التليفون. باليوم بيجينا 20 تليفون، 20 ماني مضطر انا مشان احسن هي نص ساعه بدي اقعد وثلاث اربع ساعه مشان استجمع كل الجوانب تبع القضيه تبعك. اذا انت مالك مهتم بقضيتك ومستعد حضرتك تقوم من الفرشه ولا تقوم من على الصفايه وتجي على المكتب بس بدك تقضيها على التليفون، تزبط ولا ما بتزبط؟ مشان اذا بتزبط بيجي لعندك. لا بتزبط. لما نجي لعندك بده يدفع 100 جفار. تفضلت مثل ما عم تحكي، عرفت علي شو؟ قول له لا معناته روح. لا هو بده كل شيء على الجاهز، بده كل شيء ببلاش. وهذا حكي هلا بنحكي مثلا فرضنا عم بقول لك اياه، انه بنشترك انت اشتراكات سواء بالسوفت وير ولا بالكمبيوتر بالنسبه للليجل كيس مانجمنت ولا كذا. يعني كنا عم نحكي امبارح بالموضوع انه يا اخي ليش اسعار المحامي غاليه؟ ماشي؟ هل تعلم انه دائما الكيس تقريبا بتروح من اتعابها 40% من الكيس هي بس نفقاتها؟ صح، النفقات تبعتها. ماشي، لانه نقابه المحامين فارضه التزامات كثيره، سواء خلينا نقول كومبلاينس اوفيسر فور فاينانشال كوفا اوثورتي، كومبلاينس اوفيسر فور ليجال براكتس، كومبلاينس اوفيسر فور ماني لوندرينج، هذول كلياتهم موظفين ملزم انت ملزم بدك تخليهم يشرفوا ويفتشوا عليك ويبلغوا عليك اذا كان في اي خرق. بيبلغوا عليك، وعندك البوكيبرز وعندك الاكونتنت وعندك الستاتوري اديتورز وعندك وعندك وعندك، فانت وعندك السوفت وير وعندك، بتلاقي حالك انك مضطر توظف موظفين يعني بشكل هائل، نفقات تطلع عاليه بشكل رهيب جدا. يعني بمعنى اخر انت موجود ضمن الدوره الاقتصاديه من اجل ان تشغل الاخرين. هي مختصر شديد. صحيح صحيح. كم قيمة الساعة؟ بيختلف طبعا الجواب على هذا السؤال، بتدخلوا على سيليستر اورلي ريت بتلاقيها بيختلف بشكل عام، تعتمد على عدة عناصر منها الكومبلكسيتي اوف ذا كيس، قديش تعقيدات الكيس، قديش الانسان خبرة تحت الاربع سنوات ولا فوق الاربع سنوات مثلا فرضنا، والبوست كود تبعك وين موجود، داخل الاي سي 1 والدبليو سي 1 ولا مثلا فرضنا مثل دبليو 2 ولا كذا، بتتراوح مثلا فرضنا ما بين اذا بدنا نحكي خلينا نقول بالاي سي، بالاي سي بسنترال لندن عم تحكي بحدود 400 وكسور بالساعه، 400-450 فان بالساعه النورمال، يعني اذا الكومبلكس بتزيد معك بتشرح ماشي وقديش الخبره، واذا مثلا بالهون بحدود 320 بلس في اتي يعني تحكي 380 اذا الكيس سمبل. هلا هاي ستريت فيرم ما بيحسن يعني فعليا كانديفيدجوال ما بيحسن يحاسبك ب 380 باوند يعني حقيقه، يعني هذا فبالتالي انه مضطر الهاي ستريت فيرم ينزل بالبرايسز، ينزل بالساعه، وكثير مضطر انه يسامح. مشان هيك انه بدهم عاده بيتم انه الاتفاق بالقضايا الاميجريشن، بالقضايا الكونفينسنج فير وشراء العقارات بيتم من خلال انه فيكس فيز، يعني بيتم هذا الأمر.
طبعا انا ذكرت كلمه فيكس فيز مشان تعرفي فيها تعرفوا فيها. الفيكس فيز هو مبلغ بيتم الاتفاق معه، خلينا نقول 1500 باوند من الناحيه القانونيه لا يمكن ملزم انت تدفعه، بيندفع بحق له بهالحاله هي للمحامي تحطه بالاوفيس اكاونت مو بالكلاينت اكاونت، وفي فرق لانه بيناتهم وما نون ريفندبل، وبيشتغلوا بالكيس وبالتالي بحقوا ياخذوا من بدايه الشغل يعني حتى من ناحيه القانونيه. هلا الاورلي ريت الاجباري بده يحطه بالكلاينت اكاونت بيشتغل 5 ساعات، بعدين بيصدر فاتوره، وبعد ما يصدر فاتوره بعدين بيعمل ترانسفير للماني بالنسبه للفلوس. طبعا بده يكون في الكلاينت كير لتر اجريمنت يعني. ففي قيود كثير شديده للامانه من قبل نقابه المحامين في هذا الصدد يعني. لذلك احنا بنجد اذا بتدخلوا على اللوغازيت على الموقع او بتلاقوا مجلات المحامين تتوزع، في عندكم صفحه ولا صفحتين كل شهر كل عدد تسكير مكاتب المحاماه بالجمله بالجمله. فنقابه المحامين صارمه جدا في رقابتها، وهذا من الشغلات اللي بتخلي يعني انه شركات المحاماه حذره جدا، وبالتالي تضطر انه توظف موظفين اكثر مشان التقيد بالقانون، وبالتالي مما يزيد التكلفه ويزيد بالنسبه لها. كم ساعتك هنا بيت الأم؟ ساعتين تكلمت؟ يعني المحامي كطبيب ليس عليك أن تخفي جانب من حالتك حتى يستطيع أن يقدم لك الرأي الصحيح. ونضيف على نقطة على هاي الكلمة، يجب أن صحيح تكون صادق مع المحامي، لأنه فعلياً إذا بتعطيه معلومات خاطئة فراح يكون التشخيص خاطئ. من جهة أخرى إذا قلت له والله أنا قتلت، بس لا تقول للمحكمة إني قتلت، أنا معي جنسية أخرى، بس لا تقول للهوم أوفيس إني معي جنسية أخرى. المحامي لا يستطيع أن يخفي مثل هذه المعلومات، وبالتالي عليه إما أن يصرح بهذه المعلومات لوزارة الداخلية بموافقتك، وإما أن يعتزل القضية لأنه لا يستطيع أن يضلل العدالة. نشكر كثيرا أستاذ